السماء عندهم ينشر وينفذ فورا. من أدوات الحكم. آخر فصل من 23 آخر تضمنه الأمر الرئاسي المتعلق بالتدابير الاستثنائية في تونس، جاء هذه المرة منظما للسلطتين التنفيذية والتشريعية، إضافة إلى تمديد فترة التدابير الاستثنائية واستمرار تجميد مجلس نواب الشعب وتجريد رئيسه من كافة الامتيازات. قرر الرئيس إدخال تعديلات على تنظيم السلطتين التنفيذية والتشريعية تعزيزا لصلاحيات الرئاسة مقابل الحكومة. لا يمكن أن نتحدث الآن عن وجود دستور 2014 في الحياة السياسية وفي الحياة البرلمانية أو لدى يعني مؤسسات الحكم في تونس، بما أن كل فصول القانون الدستور 2014 أصبحت معلقة باستثناء الباب الأول والثاني، وهي يعني أبواب عامة في مجملها، وأصبح نظام الحكم في تونس نظام تقريبا رئاسي يسير وفق تراتيب وأوامر رئاسية تصدرها مؤسسة رئاسة الجمهورية في شخص الرئيس قيس سعيد. تحملون تونس في وجدانكم. جاء في الفصل 22 من الأمرية الرئاسية أن الرئيس سينشئ لجنة يستعين بها لإعداد مشاريع الإصلاحات السياسية لتأسيس نظام ديمقراطي يكون صاحب السيادة الأول فيه للشعب وليس للبرلمان الذي انفرد بكل السلطات. جاءت استجابة لطلبات قطاعات واسعة من التونسيين كانت تدعو إلى حل هذا البرلمان وإلى تنقيح الدستور وإلى محاسبة الفاسدين. القرارات جاءت استكمال للبرنامج السياسي الذي بنى عليه رئيس الجمهورية قيس سعيد حملته الانتخابية في 2019، أيضا جاءت استكمالا لبلورة لبرنامج رئيس الجمهورية الذي كان يدعو منذ 2012 و2013 إلى تغيير هذا النظام السياسي الهجين الذي أنتج برلمان هجين يخدم مصلحة الخارج ويخدم مصلحة رجال أعمال على حساب التونسيين. لم تكن ملامح مستقبل المشهد السياسي في تونس أكثر وضوحا من اليوم. يتجه قيس سعيد بالبلاد إلى تغيير لنظام الحكم عبر استفتاء شعبي وانتخابات تشريعية مسبقة تنبثق عنها مؤسسة تشريعية لا تكبل سلطة الرئيس بإجبارية المصادقة على قوانينها وأن أحترم دستورها.